دي بيلان ما فيهاش فيصال، فالناس كلها تنضم يوم 28 لو سمحتوا. السادة الأفاضل أعضاء هيئة المضانيق، تحية طيبة وبعد. طبعا أنا بقالي حبة مختفي شوية في فيديوهات، حتى لدرجة إن أنا الخميس اللي فات ده ما نزلتش حاجة في هلب الخميس، وعملته لكم هلب الخميس لايف، وأحب أشوف كومنتاتكم هنا برضو أعرف هل فكرة إن هلب الخميس يبقى لايف بدل ما يبقى فيديو دي حاجة كويسة ولا لأ. كده كده بعد اللايف بيبقى الموضوع شبه واحد تقريبا على اليوتيوب، لأن كده بيكون فيديو موجود، بس طبعا الموضوع مختلف لأن أنا قاعد وفاتح لايف وبتكلم، غير ما بيبقى فيديو معمول له إيديت كلام مختلف يعني. فأحب أسمع كومنتاتكم. طبعا تاني حاجة شكرا على الكومنتات جميلة على حلقة العلقة، بجد في شوية كومنتات وفي شوية فيدباكس جميلة. أي حاجة الواحد بيعملها مش العلقة بس بتتشاف بيكو، بتتشاف بكلامكم الحلو، بتتشاف بكمية اللايكس والكومنتس والشيرز اللي بتعملوها، وطبعا الكلام الحلو الواحد بيشوفه. وابتديت أشوف كمان أكونتات على التيك توك بتاخد حتت صغيرة تنزلها وحاجات زي كده، فدي حاجة ما تضايقنيش خالص، بالعكس دي حاجة مفرحاني يعني إن أنا بعمل حاجة، أو أنا ومندو قادرين إن إحنا نعمل حاجة الحمد لله تبسطكم. فشكرا لكل حد بيتفرج على الفيديوز حتى من غير ما يعمل أي حاجة، شكرا بجد ليكم. النهاردة أنا محتاج أتكلم على اللقاء الجبار للاستاذ مهيب عبد الهادي، احد الصحافه او احد القسم الاعلامي في هيئه المضانيق. طبعا اللي بيرأس القسم الاعلامي في هيئه المضانيق والمتحدث الرسمي باسم هيئه المضانيق هو الاستاذ عمرو الدوديري، ده المتحدث الاعلامي باسم هيئه المضانيق، لكن ده ما يمنعش ان في افراد تانيين هم برضو في الهيئه الاعلاميه لهيئه المضانيق يرأسهم برضو او يكون على رأسهم يعني الاستاذ مهيب عبد الهادي على رأسهم في اللجنه، عشان الكلام ابتدى يروح في حتت مش كويسه. المهم قبل ما هتكلم على الاستاذ مهيب او قبل ما اتكلم على الحاجات اللي كان بيقولها، وطبعا الاخبار اللي كان بيقولها الجميله الجباره الفتاكه اللي مفيش منها اتنين، في عندنا كلمتين مهمين بنبتدي بيهم كل فيديو وبنبتدي بيهم كل لايف، ومعلش على سنة الخنفة اللي موجودة دي، بس يعني ده دور برد جاي مش في وقته، بس يعني الحمد لله. المهم قبل ما هنتكلم في القصص بتاعتنا دي، لازم هرجع اقول لكم تاني وتالت ورابع، يا جماعة لو سمحتوا ما تنسوش اخواتكم فلسطين، يا جماعة لو سمحتوا ما تبطلوش تتكلموا على اخواتكم فلسطين، يا جماعة لو سمحتوا يا تعملوا فيديوهات يا تعملوا لايكس وتكتبوا كومنتس وتعملوا شيرز للناس اللي الكونتنت بتاعها او المحتوى بتاعها انها بتتكلم عن فلسطين او بتنقل لكم الاخبار من هناك، طبعا بالذات الناس اللي عايشة هناك ربنا يعينهم وربنا يعدي الفتره دي على خير. طبعا على رأسهم بالنسبه لي الارجل صحفي في كوكب الارض حاليا هو عبود، وانا اتكلمت على عبود اكتر من مره، ربنا يحميك يا عبود ويحفظك ويحفظ لك اهلك. الناس اللي مكرسه حياتها عشان تنقل لك الحدث هناك او عشان تتكلم عن اللي بيحصل هناك حتى لو هم مش هناك، الناس دي تستحق التقدير، الناس دي تستحق ان الناس تبروزها، والناس دي هي اللي تستحق انها تظهر وتكون نجوم، طبعا مش الناس بتاعت السوشيال ميديا مع كامل احترامي يعني، مش الناس اللي الكونتنت بتاعها او المحتوى بتاعها عباره ان انا بطلع ارقص او اهزر او اضحك او اغني أو طبعا كل الناس على دماغنا من فوق الفنانين والممثلين وكل حاجه، بس الناس اللي بتقدم ادوار بطوليه فعلا مكانهم حاليا في غزه في فلسطين، مكانهم عندنا على الحدود في افراد الجيش بتاعنا ربنا يحميهم، تاني وتالت ورابع الاثنين الشهداء اللي توفوا او استشهدوا على الحدود المصريه في رفح، ربنا يرحمهم، ربنا يصبر اهلهم، ربنا يجعلهم شفعاء لاهلهم في الجنه. في الاخر احنا تاني وتالت كلنا اخوات، كلنا هنقابل نفس المصير لو ما اتحدناش، كلنا هنقابل نفس الازمه لو ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض كعرب، مش احنا وفلسطين بس، ان شاء الله ان شاء الله نعيش ونشوف اخواتنا منتصرين والخريطه مكتوب فيها فلسطين. نرجع بقى للاستاذ مهيب عبد الهادي اللي تالق اعلاميا وطلع علينا من يومين عشان يقول لنا كواليس واخبار لم ولن تحدث في النادي الاهلي، هي بس بتحدث في دماغ الاستاذ مهيب. انتوا عارفين دماغ الاستاذ مهيب يعني ليها حجم معين وليها بعض الكماليات يعني، ما شاء الله في عنده شويه اوبشنز تخلي الاخبار تتزحلق وتخش وتطلع والدنيا جميله. الاخبار دماغه، عشان الناس ده احيانا برضه بتفهم الكلام غلط، ادينا بنتك على كل كلمه هو في الكلام الصح. فيعني خليني عشان ما اطولش عليكم نشوف الاستاذ مهيب كان بيقول ايه ونتناقش مع بعض بالراحه كده براحتنا. اتفضل يا استاذ مهيب. هنكشف ليكم كواليس جلسه الكابتن خالد بيبو مع الكابتن حسن حسن. انا اتكلمت على الموضوع ده كتير جدا، لكن دايما انتوا عارفين الكواليس والاخبار والدهاليز كلها بتكون في اللعيب حسن وخالد بيبو وجها لوجه. الناس كلها فاكره ان تحس ان هم داخلين تحدي وجها لوجه، حسام حسن وغالب بيبو وجها لوجه، لو ممكن يعملوا الايديت بتاع نصوحي ده اللي هو بتاع المسابقه بتاعت نصوحي، بيبقى في تيمين بيلعبوا بعض، واحده حسام حسن والثانيه غالب بيبو وجها لوجه، يا ترى مين اللي هيكسب؟ اتفضل يا استاذ مهيب طمني. كان في جلسه يعني منسقه او جلسه رسميه، الكلام ده غير صحيح بالمره. اذا ما عادوش الجلسه دي كانت جلسه وديه، كابتن خالد بيبو بيتكلم مع كابتن حسام حسن وقال له انا عايزك يعني نتغدى مع بعض نقعد مع بعض، والقعده كانت في ريسبشن الخاص لمنتخبنا الوطني. يعني اول حاجه ما كانتش جلسه رسميه،
كانت جلسة. لا معلش انا محتاج افهم ايه الفرق، يعني الموضوع هيفرق في ان الجلسة دي رسمية ولا ودية؟ مش المهم ان الاتنين دول قاعدين بيكلموا مع بعض عشان ينسقوا الامور مع بعض، وده حاجة طبيعية جدا ومنطقية جدا ان مجلس الفني او الجهاز الفني للجهاز المنتخب الوطني بيربط مع الاجهزة الفنية للاندية، بالذات طبعا الاندية التوب، بالذات طبعا النادي اللي هو واخد منه 10 لعيبة، يعني مش ده منطقي ولا انت شايف ايه؟ لكن الناس قالت ان في جلسة رسمية، ما حصلش ابسولوتلي، دي كانت جلسة ودية. قال له تعالى نتغدى مع بعض، فقال له تعالى نقعد في ريسبشن الاوتيل، لان الاوتيل احيانا بيبقى فاتح الريسبشن على البوفيه، فقال له تعالى نقعد نتغدى في الاوتيل. وطبعا كلام يعني مهم، ونركز احنا نسيب بقى الاخبار اللي هي مش مهمه دي، شوف بقى قعدوا وقالوا ايه والكلام ده. معلش انا احب اكد عشان الدهاليز كلها عندي، دي يا جماعه كانت جلسه وديه مش رسميه. اتفضل يا استاذ مهيب، بقى الجلسه الوديه دي حصل فيها ايه؟ وديه، والجلسه دي كانت لتقرير وجهات النظر اللي اصر عليها المدير الفني الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن اللي هي ايه بقى؟ يعني كان حاطط بلان مهم جدا، وهو اكرم معسكر منتخبنا الوطني يوم 28، وده كان ميعاد ما فيهوش فصال لاي حد، لاي نادي، لاي لعيبه، سواء محترفين على اساس المحترفين بقى انتوا عارفين اللي خلص ماتشاته خلاص، والاستثناء الوحيد ليه صلاح لانه خلص مبارياته مع ليفربول في الدوري الانجليزي، عشان كده اصر الاستثناء الوحيد لصلاح عشان خلص مباراته مع الدوري الانجليزي، فهو مش فاضي دلوقتي، فده هنعمل له استثناء. لكن الميعاد دي بلان ما فيهاش فيصال، فالناس كلها تنضم يوم 28 لو سمحتوا، وما حدش قاطعني، ما حدش قاطعني عشان انا مصمم على وجهه نظري. لكن في استثناء لمحمد صلاح لانه خلص مبارياته مع ليفربول، فيعني زمان الراجل بيصيف ولا حاجه، ممكن مثلا يكون في الجونه، يكون في ايطاليا، يكون في دبي، يعني ما حدش عارف. الراجل حقه يروق على حاله قبل ما يجي المنتخب. يعني منطقيه، منطقيه جدا طبعا، ما حدش يقدر يعترض. اتفضل يا استاذ مهيب، اتفضل. الكابتن حسام حسن على جعل معسكر منتخبنا الوطني يوم 28. أيوة. يمكن كان في بعض الانديه كانت عايزه تاجل وتخلي اللعيبه ينضموا مثلا يوم 1، يوم 29، يوم مثلا 30 مثلا. وده اللي رفضوا رفض تام، رفض تام. بس الاستثناء الوحيد لصلاح يا باشا، بقيه اللعيبه دي كلام كلها تيجي في عدد، لان هناك يعني تفاوت كبير ما بين لعيبه منتخبنا الوطني في المعسكر مثلا. عايز اقول لكم كان الله في العون. ايوه كان الله في العون والله. اللعيبه اللي المحترفين دول دورياتهم خلصت، المحترفين يعني مريحين، ماشي، بقالهم في راحه سلبيه، بقالهم في راحه سلبيه 4-5 ايام بس. ماشي، من جديد الموضوع محتاج شغل كبير جدا جدا يا ابني، هو اتخرج من ثانويه عامه وايه اللي بيحتاج شغل كبير جدا جدا وابتدي معاهم من جديد؟ هو نسي الكوره، هو جاله زهايمر وبعد كده جاي ينضم للمنتخب؟ العيال ما بيبقى مريح بقاله 3 ايام ولا حاجه، مالك في اللي مريح بقاله اسبوع مثلا؟ يعني ادخن واحد في المنتخب ما لعبش ماتش بقاله 10 ايام، انت مكبر الموضوع ليه؟ كمل يا استاذ مهيب. ناهيك طبعا على طبعاً النادي الاهلي اللي لعب 25 و قبل الانضمام بثلاث ايام، اهو خد اجازه ايضا سلبيه 3-4 ايام. يا استاذ مهيب، يا استاذ مهيب 3-4 ايام ازاي؟ مش الاهلي لعب 25 والجهاز الفني عنده بيلان وما فيهاش فيصال، واللعبه كلها تنضم يوم 28، يعني الناس رايحه 26 27 راحوا انضموا 28، فين الازمه؟ فين الراحه السلبيه ال 3-4 ايام؟ وبعدين هي لو راحه سلبيه 3-4 ايام دي قصه، انت ليه حاسس ان هم 3-4 شهور؟ هي اي افوره وخلاص عشان تحسس نفسك انك بتقول خبر يعني؟ كمل يا عم بس من غير افوره، كمل خلينا نخلص. وده حاجه في عرف الكوره محتاجه شغل كبير جدا. طبعا الزمالك نسيوا، جالهم زايمر. تخيلوا لعيبه الزمالك خلال ال 10 ايام اللي فاتوا لعبوا حوالي 4 مباريات، واخرهم كانت مباراه الزمالك مع الاتحاد السكندري، ولعيبه الزمالك انضمت فور انتهاء هذه المباراه لمعسكر منتخبنا الوطني. انا بقول لك كده ليه؟ عشان اعرفك ان هناك تفاوت في المعدلات البدنيه للعيبه. لعيبه الزمالك هي اللي مطحونه يعني، في لعيبه خدت راحه سلبيه، في لعيبه ما خدتش راحه سلبيه، في لعيبه كان في ضغط مباريات، في لعيبه جايه من سفر، في لعيبه جايه، في لعيبه هنا، في لعيبه هنا، فالموضوع صعب جدا جدا، صعب جدا. المنتخب الوحيد، المنتخب الوحيد اللي معاه يحصل معاك الوطن، وهم مباراتي بوركينا وغينيا بيساو، المباراتين دول تكسبهم ان شاء الله باذن الله تصعد كاس العالم. يا جدعان هو انتوا مش مكسوفين؟ يعني انتوا مش مكسوفين بجد ان احنا قاعدين بنتناقش مع كامل احترامي في ماتشين بوركينا فاسو وغينيا بيساو احنا نعرف نكسبهم ولا لا؟ انتوا مش محرجين والله؟ وبعدين فيلم الهندي بتاع الزمالك لعب 4 ماتشات في اخر 10 ايام، ده انت جبته منين؟ يعني الزمالك لعب ماتشين في الدوري بعد ماتش نهضة البركان، وما بين ماتش نهضة البركان ونهضة البركان كان في اسبوع، انت جبت 4 ماتشات في 10 ايام، دي عملتها ازاي دي يا جاحد؟ يا جاحد. وبعدين اقول لك حاجه، تعالى نعمل ب 2 جنيه سيرش، تعالى مثلا نتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك في اخر شهر. تعال مثلا نشوف يا سيدي 30 يوم من قبل معسكر المنتخب ده لعب قد ايه وده لعب قد ايه. يعني تعال مثلا نبتدي بالزمالك عشان طبعا دي اللعيبه المجاهده، اللعيبه اللي طالعان عينيها، الله يكون في عون لعيبه الزمالك، طبعا عندهم اجهاد جبار. فهم لعبوا ماتش بتاع الاتحاد اللي هو كان يوم 27، لعبوا فيوتشر 23،
ادي 2 19 5 نهضه بركان قبليه 12 5 نهضه بركان مش عارف ازاي من 12 5 ل 27 5 دول بقوا 10 ايام بس ماشي كده اربع ماتشات بعدين قبليه 5 5 سموحه 2 5 البنك الاهلي وبعد كده قبليه ماتش 2 28 4 يعني لعبوا 6 ماتشات في شهر 5 اجهاد حاجه صعبه جدا الله يكون في عون الزمالك الله يكون في عون الزمالك وفي لعيبه الزمالك مش يعني لا اله الا الله يكون في عونكم يا جماعه اما بقى النادي الاهلي اللي لعبته مريحه واخد راحه سلبيه دول لعبوا مع الترجي 25 وقبلها الترجي 18 وبعد كده لعب يوم 11 مع البلديه 7 مع الاتحاد 4 مع الجونه 1 5 مع الاسماعيلي يعني برضو 6 ماتشات في شهر 5 من اول شهر 5 لحد يوم 25 الاهلي لعب 6 ماتشات والزمالك لعب 6 ماتشات الاهلي سافر ماتش بره في تونس والزمالك سافر ماتش بره في المغرب بس لعبت الزمالك مجاده انا معاك ولا مويبة ولا انت ما بتقولش حاجه غلط انت راجل صح الصح كمل اتفضل قول لنا اخبارك الجباره اتفضل ولكن اللعيب اللي هو ودي الواقع الوحيد اللي طالب يرحل لحد دلوقتي هو علي ديانج والاهلي بيرحب جدا برحيل علي ديانج خصوصا لو هيجيب الكوره طبعا اقول لك انا بقى مفاجاه اتفضل حبيبي اتكلمنا على امام عاشور ايوه واتكلمنا ان الاهلي مش عايز يمشيه مثلا اتكلمنا على بيرسيتاو اتكلمنا على حاجات كتير جدا ايوه خش في المفيد امام عاشور عايز يمشي طبعا ده امال الترند منين كمان مش عايز يمشي من النادي الاهلي مش عايز يمشي من النادي الاهلي وعايز يمشي من البيت يا جماعه عشان الناس بتفهم غلط مش عايز يمشي من النادي الاهلي هو يقصد امام عايز يمشي من البيت في شويه مشاكل مع المدام كهربا عايز يمشي من البيت في شويه مشاكل مع الحاجه اعتقد كهربا مش متجوز فعنده مشاكل مع الحاجه او الحاجه فهو عايز يمشي من البيت الناس اللي هتفهم ان اللي انا اقوله ده عايز يمشي من النادي الاهلي ها اوعى اوعى معلش يا استاذ مهيب انا اصلي وقعت في المقلب اللي انت عامله فينا ده افتكرت قصدك يمشي من الاهلي اتفضل اشرح لي عايز يطلع يحترف ماشي لا كده بس مش بيمشي ايوه اوعى تختلف معايا بص يعني بلا امام لا بلا امام هو مبدئين انت وعراقي انتوا الاثنين اخباركم ضرب يعني انا في حاجه مش هنساها لعراقي معرفش الناس نسيتها ليه معلش بحاول اقلد الاستاذ ميزو بصباعه في ودنه عشان هو لما بيتكلم يقعد يظبط الايربودز كده لمؤاخذة استاذ ميزو قلت اقول لك باي باي المهم ان عراقي مثلا واحد من الناس اللي كانت ساعه صفقه امام عاشور طلع في مداخله كان فيها ابو علي محمد ابو علي وكان في معاه او بعديه يعني عراقي قال انا باكد على حته ان امام رايح بيراميدز وامام خلص كل حاجه مع بيراميدز ابو علي طلع قال لا امام هيمضي في الاهلي وامام مخلص مع الاهلي بعد كده اول ما الاهلي اعلن ان خلاص تعاقد مع امام عاشور رسميا استضافه محمد عراقي على انه صاحب هذا الانفراد الفشيخ اللي مفيش منه اتنين طبعا عراقي عنده شويه اخبار جباره الاهلي بيفاوض ماني حاجه كده زي مرتضى منصور لما كان الزمالك بيفاوض رونالدينيو واستاذ نقيب السياحه خالد غندور قال له بجد يا سياده المستشارات طب وهنجيب فلوسه منين الحاجات دي ده يعني ده الفيرجن بتاع عراقي بس مش مشكله يعني انا مش هتضايق منك يا استاذ عراقي اتفضل قول امام لا عندي بس عندي مشكله في الحوار يا عراقي يا حبيبي نتكلم يا حبيبي لا مفيش عندي كلام بره معلش انا مش بتاع منطق لحظه تكون فاكرني هتكلم معاك بالمنطق وتقعد تقول لي بالمنطق وبتاع انا راجل جاي هنا اقول اي حاجه انا اقول اي حاجه كده اقول اي كلام والناس تسمعني عادي انا صاحب برنامج يعني انت بتقول ايه اتفضل يا استاذ مهيب بره ورجع في دي ما عنديش منطق هو ما كانش بره ورجع هو كان بره رايح مشوار ورجع لكن ليه مش علاقه بره ورجع طب اقول لك كانش بره ورجع ده كابتن ستيلا صاحب نظريه 10% كانش بره ورجع ده كان رايح مشوار وراجع يعني كان طالع وقاصد يرجع على الاهلي ما طلعش ورجع تاني وراح الزمالك وقعد يدبدب لهم في الارض ويقول لهم النبي خدوني نفسي احقق السادسه مع الزمالك مش ال 12 مع الاهلي فقالوا له يا ابني يعني انت نفسك تحقق السادسه وانت فاكر ان انت لما تيجي تحقق السادسه قال لهم لا بس هيبقى نفسي على الاقل هتحسب ان انا نفسي فقالوا له لا فهو راح مضى في الاهلي وحقق ال 12 مش موضوعنا دلوقتي يا كابتن ستيلا انا بيعجبني الجواهر اللي بتطلع منك في اللحظات اللي زي كده بس كمل اتفضلوا على زر التجميع دي عنب والله اتفضلوا مشوار لكن دي مش علاقه بقى ورجع طب اعتقد معايا لا لا انا ماليش دعوه ماليش دعوه انا عندي حته انما عجله جاهزه لا يعني لا لو انت انا ممكن اكون مع مهيب في جزئيه ان امام يكون عايز يمشي اقول لك العادي اتفضل يا كابتن ستيلا امام دلوقتي في فتره توهج تخليه يجيله ارقام هو نفسه يتخض لما يسمع فطبيعي جدا لما تيجي تقارن باللي بياخده في النادي الاهلي دلوقتي واللي هياخده بره تمام انا اقول لك هو ممكن دماغه تفكر ليه لانه فلوس يعني كل لعيب كوره خليج ولا اوروبا خليج كل لعيب كوره خليج ولا اوروبا خليج يا باشا امام مش بتاع اوروبا لا بسالك يا امام مش بتاع اوروبا بتاع اوروبا يعني استاذ برضه ايمن خبير اوروبا هو يقول لنا مش بتاع اوروبا خبير مش خربات عشان بس الناس برضه تفهم غلط خروج خلي بالك الخروج انت بتتكلم
كاتدري تاني خالص. كاتدري تاني يا سلام، قول لهم يا مهيب علامة. اتفضل. خلي بالك هو امام مش اوروبا، ما الدوري السعودي اوروبا. امام مش موجود. معلش معلش، احنا قاعدين بقى في ام بي سي يعني، وسياده المستشار رئيس هيئه الترفيه الاحسن لازم نمس عليه بكلمتين كده عشان يقول لي والله حبيبي حبيبي يا باشا. السعوديه بقت اوروبا يا باشا. الله، انت نسيت ولا ايه؟ شكلك نسيت. الدوري السعودي ده زي اوروبا دلوقتي، ده هم قربوا يروحوا يشاركوا في دوري ابطال اوروبا بدل دوري ابطال اسيا وكده، زي الزمالك اللي هيروح يلعب في الدوري الاسباني بتاع كابتن نقيب الصياعه خالد الغندور. بس مش مشكله، اتفضل كمل اتفضل. ان لا ولعب ومين في الدوري السعودي؟ لعيبه كبيره. امام امام مش اوروبا، مش قصه ايوه، ما قصه ايه؟ امام يقدر يلعب في اوروبا في اللغه بقى. لا سيبك من هو طبع العيشه، طبع العيشه ايوه، مش هيعرف يتاقلم. خد عندك خبير، خبير يا جماعه. أيوة. خبير بدرجه خبير عبد القادر يعني، خبير جدا. يمشي اوه عبد القادر يمشي، العايزين يمشي، كل دول عايزين يمشوا. ماشي منع عايز يمشي، امام ايوه عايز يمشي، كهربا أربعة مش من النادي، مش هيمشوا النادي الأهلي يا جماعة، قلنا هيسيبوا بيوتهم. كمل كمل. أدوا اللي عليهم في النادي، أدوا اللي عليهم طبعا. أيوه كان في ديانج في الأول كده معانا خمسة، ماشي يعني أمنوا مستقبلهم وعايزين فرصة احتراف. أنا بكلمك أيوة. كلام إيه بقى اللي هو مش 99%، 100% 100%. وعلى فكرة أيوة، ما على فكرة. هو اللي هيمشي بموافقة النادي الأهلي طبعا. بس خلينا نفكر هو هيمشي، كلامي واضح عشان محدش يهرب. اللعيبة دي عايزة تمشي؟ أه عايزة تمشي. انت متاكد؟ اه متاكد على مسؤوليتك. طبعا طبعا يا جماعه، بس عشان الواحد يقول كلمه حق، استاذ مهيب في الاخبار ما اقولكش يعني، معروف مهيب عبد الهادي بتاع التصريحات، الدهاليز، الاخبار، الكواليس، اي حاجه اخرها ايز او ايس يعني، عشان كواليس، عشان هو راجل كواليس. مش موضوعنا، مش قصتنا دلوقتي هو ايه. بس يعني الاستاذ مهيب عبد الهادي بيحاول يقنعنا ان في خمس لعيبه عايزين يمشوا من النادي الاهلي. وبنوه معلش عشان الناس ما تفهمش غلط، هم مش عايزين يمشوا من الاهلي، هم عايزين يحترفوا. ده كده مش هيمشوا في الاهلي، يلعبوا في الاهلي فرع الخليج، الاهلي فرع اوروبا، يروح يلعب في الاهلي جده السعودي، نطلع الاهلي اللبناني، نطلع الاهلي الليبي يعني. بس عشان ما حدش يفهم ان دول هيمشوا من الاهلي، بس عشان ده الجزء الاولاني من التصريح عشان الناس ما تفهمش غلط. اما الجزء الثاني واحب انوه عشان الناس برده لا تفهم غلط، دول مش هيمشوا الا بموافقه الاهلي، عشان هم عايزين يحترفوا كده، مش عشان عندهم عقود. يعني ارمي العقود في الزباله. واحد زي امام مثلا ماضي السنه اللي فاتت عقد خمس سنين، يعني بقى في عقده اربع سنين، فهو مش هيمشي الا بموافقه الاهلي. دي حاجه جباره مفيش منها اتنين. ديانج باقي له باين سنتين في عقده ولا ثلاث سنين دلوقتي، سنتين اعتقد. لا مش هيمشي الا بموافقه الاهلي. احمد عبد القادر باقي في عقده سنتين لا مش هيمشي الا بموافقه الاهلي. اي حد يا جماعه عنده عقد مع الاهلي مش هيمشي الا بموافقه الاهلي، ودي اخبار حصريه. بس استاذ مهيب، بما انك بتاع كواليس ودهاليز والحاجات اللي هي الاخيرها ايز دي، زي ما قلت لك انت راجل ايز قد الدنيا يعني، بتاع كواليس ودهاليز وكده عشان ما تفهمش الموضوع غلط. انا فاكر ان انت دايما يعني على حسب ذاكرتي الضعيفه الضئيله، مش هقول لك بقى ايام ما كنت بتجري ورا لعيبه المنتخب في الفنادق وبتاع، بالذات يعني لما شفتك في فندق هيلتون بتاع شيراتون اللي هو كان ليه اسم تاني ودلوقتي بقى هيلتون، وانت كنت في الريسبشن عمال تجري ورا احمد كان اسمه ايه، احمد محمدي، وكان ساعتها احمد حجازي في المنتخب ومش عارف ايه، وشويه لعيبه كده كان ساعه ماتش مصر وتونس الودي يعني، عشان كنت شفتك ساعتها هناك، حتى انا واخد كام صوره هناك مع لعيبه المنتخب عشان لو كدبت. المهم مش موضوعنا، مش قصتنا، دي تفاصيل احنا ما بنخش فيها في الفيديوهات. بس يعني انت دايما اخبارك بتبقى موثوقه صح؟ ما تسمعنا كده حته من على طرف المعلقه ساعه مثلا مروان عطيه. هو مروان عطيه كان رايح فين؟ طيب لكن الزمالك لسه بيفاوض ناس؟ اه ايوه. مين بيفاوض؟ مين؟ ايوه في تمويه في أيوة. موضوع مروان عطيه ماشي. ايه التمويه؟ ايه التمويه؟ قول لي ايه التمويه؟ التمويه ان هم بيفاوضوا ميسي. يا ولا ميسي الاتحاد، هم عاملين نفسهم داخلين في صفقه مروان عطيه، هم راعين على ميسي يعني. هو دخل من باب النادي، يا جماعه سلام عليكم، عندكم لعيب اسمه مروان عطيه عايزين نفاوضه، سامعيننا يا اعلام؟ هات الواد ميسي، هات الواد ميسي بسرعه، بس تقولش لحد احنا جايين هنا نفاوض مروان عطيه اللي سالك علينا. قول له مروان عطيه، يا مروان عطيه ده اللعيب بتاع نص الملعب الحلو ده، اه بس احنا لا مش هناخده بقى خلاص عشان ده تمويه. طب هتاخد ميسي؟ لا برضه ده تمويه، احنا عاملين نفسنا جايين نعمل صفقه. احنا جايين النادي نتمشى. بس لا لا احنا مالناش دعوه يا جماعه بالزمالك، مش عايزين نفتح في موضوع الزمالك عشان اشقائنا سكان كوكب بلا الشقيق ما يزعلوش مننا. خلينا في اخبار الاهلي. الواد مهيب ده لما بيخش يجيب اخبار الاهلي بقى ما اقولكش، المصادر هناك في الثلاجه. سمعنا كده يا استاذ مهيب اخبار الاهلي الجباره، سمعنا. لجنه تخطيط في النادي الاهلي يعني ابتدت تفتح ملف محمد ابراهيم مره اخرى، كانت فتح لفتره ايام ما كان في مصر المقصه. محمد ابراهيم ما شاء الله عامل يعني اداء رائع في الفترات الاخيره وانضم لمنتخبنا الوطني، لكن السؤال هنا. لا معلش قبل السؤال، معلش
يعني انا معلش قبل السؤال، لجنه التخطيط في النادي الاهلي فتحت موضوع انها تجيب محمد ابراهيم، عشان كان في اخبار بتقال في الاعلام ان الاهلي بيفاوض محمد ابراهيم، وبعدين لا اصل محمد ابراهيم رفض الاهلي وبتاع، وطبعا قرر ان هو يكمل في سيراميكا ساعتها، لان سيراميكا نادي كبير وكان بيقدم مستوى هايل مع سيراميكا، وكان يؤهله للعب في كاس العالم للادويه، مش للادويه حتى، لان ده اللي هيلعب فيه فاركو مش الزمالك، لا الزمالك ما بيروحش كاس عالم اصلا، ملوش اي علاقه بالموضوع. بس يعني المهم ان ساعتها محمد ابراهيم، عشان ده اخبار بتتقال في الاعلام، لكن صاحب الكواليس الدهاليز ملك الايز هو ده الراجل المية مية اللي تسمع اخباره اللي بيقول محمد ابراهيم. بس انا مش هقطع عليك الموضوع، انا هسيبك اخر حاجه تقول، لكن السؤال لعل وعسى يكون عندك سؤال كده ولا هكه ولا هكه نعرف يعني ناخد منك خبر حلو. اتفضل يا استاذ مهيب. سؤال يعني سؤال بدري قوي. حقك تسال. ليه الجهاز الفني المنتخب الوطني ليه ما تمش ضم احمد عبد القادر؟ حاجه غريبه جدا، ممكن يكون امبارح ما كانش موفق، لكن احمد عبد القادر موهبه تستحق ان هي تكون في المنتخب. ما ينفعش احمد عبد القادر ما ينضمش لمنتخبنا الوطني. استاذ مهيب، هو انت اليومين دول ما بتطلعش ليه تعترض على قائمه المنتخب وتقول احمد عبد القادر او غير احمد عبد القادر ما بينضمش ليه على المنتخب؟ لان انت ساعتها قلت ان احمد عبد القادر ممكن ما كانش موفق، لكن احمد عبد القادر موهبه كويسه، وده سوء اداره من موسيماني انه مش قادر يستغل احمد عبد القادر، لكن احمد عبد القادر موهبه تستحق الانضمام للمنتخب. بعد قائمه المنتخب مع التوام حسام ابراهيم لم يظهر الكائن المهيب، الكائن الكواليز والدهاليز وكل ما هو ايز، عشان يقول ان هو بيعترض على قائمه المنتخب، او ليه فلان ما انضمش، او ليه علان ما انضمش. انت خايفه؟ انت مش عايزه تبوظي علاقاتك عشان المصادر؟ عشان هناك في مصادر هم اللي بيقولوا لك حاجات لما كان بيتقال ان انت المتحدثه الاعلاميه كلبوبه للمنتخب. هاي يا ولاد الايه بتوع المضانيق. ماشي ماشي يا عم مهيب، خلاص انا اعتبر الفيديو ده ما عداش. يا جماعه لو سمحتوا ما حدش يشوف الفيديو ده، عشان ما يبقاش شكل الاستاذ ايز وحش، استاذ مهيبز. الاستاذ مهيبز الاعلامي الكبير، الاستاذ مهيبز، استاذ مهيبز ملك الحصريات اللي معاه كل الكهاليز والدهاليز والفهاليز والبهاليز والبهاريز برضو والكواليز، عشان ما يبقاش الراجل زعل الحاجات اللي كان نفسه فيها. ملك الايز، اهلا وسهلا بك على منصه هيئه المضانيق، لان انا قلت لك من بدري انت نفسك تنضم، بس يعني تقريبا كنت خجول شويه، كنت بتحاول اللي هو ايه يعني، برضه كابتن سيد عبد الحفيظ قاعد لحسن اقول حاجه يقوم يديني على وشي ولا حاجه، لحسن الراجل ده ما بيرحمش، هيديني واحده بوم في نافوخي اطلع بيها ترند اقلع قدام الناس. يعرفوا ان انا على باب الله، فاحنا نحاول نفرم الكلام بنفسنا، لكن لما نقعد بقى مع ناس تانية نطلع الكائن بتاع ان شاء الله الزمالك هيكسب النهارده، ان شاء الله ان شاء الله يا زمالك فرحنا. معلش. خش جنب اخواتك، خش نورت يا حبيبي.